صباح الفل. انا عايز اقول لكم ان انا صاحي من النوم، رجلي الاتنين بايظين من التعقيد بتاع امبارح واول امبارح، والله العظيم ما عارف امشي ولا عارف اقوم من السرير. المهم ان انا عايز اقول لكم بقى، بما ان النهارده الجمعه والناس كلها قاعده في البيت، عايزين ننزل فيديو واحد النهارده ولا فيديوين بسرعه. التنمر من اكبر المشاكل اللي يواجهها الطلاب. انا اسف اسف على وش عقباوي ده محامي، دنيا دايره بالاسامي مش بهيم مهما غيب. في بدايه السنه الجديده ما تقولي لنا كده، حققتي جبتي العربيه اللي نفسك فيها؟ اللي بحلم بيها بي ام اكس 6. يلا سلام سلام سلام. واخبار علاقتك باصحابك ايه؟ بقت كويسه؟ انا كده اكلت 7 كبده و5 سجق، حسابي كام؟ كده حسابك 10 جنيه بس يا ريت.